السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة الكنز التاسع. تحب تاخد ثواب صدقة كأنك تصدقت بجمل أو ناقة أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو عشرين أو عدد ما تحب تكون عدد صدقات من الإبل؟ إزاي ده؟ تعال معانا نشوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حضرتك تروح المسجد تقعد تتعلم فيه، تحفظ فيه آيتين، أو تقرأ فيه آيتين، أو تتعلم تفسير آيتين، آيتين، أكنك تصدقت بناقتين، جملين في سبيل الله. الواحد فينا لو تصدق بس مبلغ صغير من المال بيحس ان هو عمل حاجة كبيرة قوي، يا سلام ده ويام مرتاح والدنيا زي الفل. طب ما بالك بقى انت لو تصدقت بجمالين ناقتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا النهاردة الكنز التاسع. تحب تاخد ثواب صدقة كأنك تصدقت بجمل او ناقة او اتنين او تلاتة او اربعة او عشرين او عدد ما تحب تكون عدد صدقات من الابل؟ ازاي ده؟ تعال معنا نشوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حضرتك تروح المسجد تقعد تتعلم فيه، تحفظ فيه آيتين، أو تقرأ فيه آيتين، أو تتعلم تفسير آيتين، آيتين، أكنك تصدقت بناقتين، جملين في سبيل الله. الواحد فينا لو تصدق بس مبلغ صغير من المال بيحس إن هو عمل حاجة كبيرة أوي، يا سلام ده ويام مرتاح والدنيا زي الفل. طب ما بالك بقى أنت لو تصدقت بجملين ناقتين. طب ده سورة الفاتحة فيها سبع آيات، أكنك تصدقت بسبع جمال سورة الفاتحة لوحديها. طب ما بالك أنت بقى لو قريت صفحة أو صفحتين من كتاب الله عز وجل فيها كام آية؟ متخيل العدد؟ العدد ده كأنك تصدقت بيه بأعداد الإبل دي كلها. يعني لو قرأت لك مثلا 20 أو 30 آية كأنك تصدقت ب 20 أو 30 ناقة في سبيل الله. بس كده ده غير ثواب المشي إلى المسجد تاخد بيها حسنة وتنزل بيها سيئة وترفع بيها درجة، غير قعدتك في المسجد نفسه مكفرات للذنوب، مكفرات للخطايا، والملائكة تقعد تستغفر ليك. يعني ثواب من كله. تحب تضيع منك الثواب ده؟ كنز عظيم، كنز كبير، اوعى تضيعه من النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، انشر الفيديو، شارك في القناة، واستنوا منا كل جديد على قناة خادمة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.